صباح الخير وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ADS Securities. والحديث اليوم بالبداية عن قرار البنك المركزي الكندي يوم أمس الذي أبقى على مستويات أو معدلات الفائدة العامة عند مستويات 1%، لكن التوقعات أتت أيضا أو حديث البنك المركزي أتى ضمن توقعاتنا بنوع من النبرة السلبية حول الاقتصاد، والذي قال أيضا رئيس البنك المركزي الجديد بولوز بأن الاقتصاد مؤخرا أعطى نوع من الإشارات المخيبة للآمال، لكن النمو إلى الآن لازال أيضا في بشكل مستقر على الأقل. لكن أيضا البنك قام بتخفيض معدلات أو تخفيض توقعات معدلات التضخم خلال العام الحالي 2014، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضا خلال الفترة المقبلة مزيد من الضعف في الدولار الكندي. أما خلال فترة الدولات الآسيوية شهدنا انخفاض من جديد في مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني غير الرسمي اللي هو HSBC من جديد إلى 49.6 اللي هو ما دون مستويات 50، وهو ما يعطي أيضا المزيد من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد. خلال الفترة الأوروبية تتجه الأنظار من جديد نحو أرقام مؤشرات مديري المشتريات في كل من قطاعات الصناعات التحويلية وأيضا قطاع الخدمات من فرنسا، ألمانيا والاتحاد الأوروبي. أيضا معظم هذه الأرقام من المتوقع أن تكون إيجابية باستثناء الأرقام الفرنسية. أيضا من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة في إسبانيا عند مستويات 26%، مع هناك يعني نعتقد أنه في هناك احتمالية لأن نشهد المزيد من الارتفاعات فيها، ممكن أن تصل إلى 26.1. مؤشر مبيعات قطاع الجملة البريطاني قد ينخفض أيضا إلى مستويات 28 من أصل 32 في يناير الماضي. أيضا خلال فترة التداولات الأمريكية من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الكندية من جديد بواقع 0.3 على كل من المؤشر الأساسي وأيضا العام في خلال شهر نوفمبر. من المتوقع أيضا أن ترتفع طلبات الإعانة بسبب البطالة الأمريكية إلى 331,000 الأسبوع الماضي بالمقارنة مع 328,000 الأسبوع السابق. أخيرا من المتوقع أن ترتفع أيضا مبيعات البيوت القائمة الأمريكية إلى 4.94 مليون في ديسمبر من أصل مستويات 4.90 مليون في نوفمبر الماضي. هذا كل شيء لدينا في هذا الفيديو اليوم، نراكم إن شاء الله يوم غد بمزيد من التفاصيل. يمكنكم طبعا أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب. شكرا للمتابعة.